ضمن فعاليات مهرجان أيام الشارقة التراثية، شهدت مدينة كلباء أجواء تراثية تحاكي الماضي العريق الذي يسخر بالموروث الإماراتي الشعبي الذي لا ينضب. مراسلة مركز الأخبار إيمان شرف زارت المدينة ووفتنا بالتقرير التالي. الشارقة، تلك الإمارة التي تعج بعبق الماضي الأصيل وبحضارة تمتلئ بالعلم والثقافة والتراث. تجولنا بين ربوعها حتى وصلت عدسة كاميرتنا إلى هذه القرية التراثية الواقعة في مدينة كلباء، وشهدنا ما هو أبلغ من الحديث عن أجواء فعاليات أيام الشارقة التراثية التي تكون دائما حاضرة في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة من أجل إبراز القيم الجمالية للتراث الإماراتي وخصوصية شعبها المعطاء. هناك مشاركة من الأسر المنتجة تقريبا ما يقارب يمكن 7 بوثات أو 8 بوثات شاركوا معنا. طبعا القرية التراثية هي تجسيد للماضي ولتراثنا، كيف كانوا أهلنا عايشين، كيف كانوا أجدادنا عايشين. هذه القرية تأتي سنة بعد سنة، طبعا الكل ينتظرها، الكل يحرص أنه يحضر سواء من أهل المنطقة أو من خارج أهل المنطقة، سواء مواطنين من الدولة أو زائرين علينا من خارج الدولة، حتى يتعرفوا على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف كانوا أهلنا عايشين. اليوم أصبحت هذه الأيام أيام عربية وكذلك نقدر نقول عالمية. الحمد لله والشكر أن مشاركة أخواننا وأهلنا وحبتنا من دول الخليج العربي دائما موجودة ومتواجدة على الساحة، واليوم نحن كل عام يعني نرى البحرين دائما مشاركة في أيام الشارقة التراثية، كذلك دولة الكويت وعمان وغيرهما من والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول الخليج العربي. في ربوع هذه القرية التراثية بمدينة كلباء أنشطة وفعاليات وبرامج جاذبة للزوار تعمل على ترسيخ التراث لدى السكان والأهالي عبر التعريف بتراث الإمارات وإحياء الفعاليات والعادات التراثية والفنون والحرف والمهن الشعبية التي كان يمارسها أبناء الإمارات في الماضي. أنا مشاركة في هذا القسم ركن النخلة، نعرض الأشياء اللي كان الإنسان يستخدمها من النخلة. طبعا الإنسان ما كان يرمي أي شيء من النخلة، يستفيد من النخلة، يصنع منها الأدوات سواء كانت للمنزل، يستخدمها في الزراعة، يستخدمها في البر، يستخدمها في البحر. عندي في الركن الأدوات، مثلا هذه القفة، الأوليين كانوا يستخدموا هذه القفة يحطوا فيها مثلا الأدوات الأزياء الخاصة سواء بالمرأة أو الرجل. أقدم من الأشياء اللي كانت أول مستخدمينها يدودنا ويدود يدودنا وأمهاتنا، ولحقنا عليها وجمعناها وما هانت علينا نعقها، والحين نستخدمها في المهرجانات نراوي الذي ما شاف الجيل الأول. تمثل أيام الشارقة التراثية مشروعاً سياحياً تراثياً تعكس مدى أهمية إمارة الشارقة ودورها الحضاري الثقافي الريادي في إبراز مفردات التراث الشعبي الإماراتي في صورة شاملة ونقية عن الماضي بكل تجلياته وعبقه وتراثه وفنونه. للهوية الوطنية أبواب ونوافذ، أبوابها اللغة والتقاليد ونوافذها الحرف اليدوية والزي التقليدي. لذا مهرجان أيام الشارقة التراثية تسعى كل عام لتجمع كل الدول بعاداتها وتقاليدها من أجل الحفاظ على الموروث الشعبي ونقله إلى الأجيال القادمة. إيمان شرف لمركز الأخبار، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.